سوريا، وهذا أول درس لي بتعليم اللغة الدنماركية، وراح أحكي عن الأسماء وهي سوبستانسيو باللاتين ونونوا باللغة الدنماركية. وبس في أربع قواعد لازم تتعلمهم قبل كل شيء، وهي أول قاعدة من كسيتي إينا لأيد فو أنا لبيبي بيبي سوبستانسيو، أي يستطيع ويمكن للمرء أن يضع إين أو إيد أمام أو خلف الأسماء. الثاني سوبستانسيو كا بويس إي إنتل أو فليتل، سوبستانسيو كا كان يلفظ كا من نكتبها كان ولكن تلفظ كا، بويس إي إنتل أو فليتل، أي يمكن تصريف الأسماء في المفرد والجمع. سوبستانسيو الثالث سوبستانسيو كبويس إي بيستمت أو أو بيستمت، يمكن تصريف الأسماء في المعرفة والنكرة. رابع تافينس تري غير ميسي كروبا أو تو أو غير ميسي كروبا بودانسك، أي يوجد هناك ثلاثة مجموعات منتظمة واثنان مجموعات غير منتظمة بالدنماركية. إذن وهم خلينا نبلش أول شيء كروبا إيت كروبا تو أو كروبا تري، وهي غير ميسي أي منتظمة. مثال مثال أول مثال كروب إيت إين داي، وهو يوم يوم واحد يعني. داين يأتي معرف داين بستمت داين اليوم، داي داي وهو جمع نكرة أي غير معرف، داين وهو الأيام الأيام. ولاحظوا هون إين داي إين داي 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 إين داي وهو يوم واحد، إين داي يوم واحد، داين مفرد معرفة، داين أضفنا إين فوق سبستانسيو أي ضعنا أمام الاسم واصبح معرف. تاي تاي وهو جمع نكره، تاي تاي، اما جمع معرفه تايان 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 تايان. لاحظوا اللفظ كمان ان تاي تايان تاي تايان تايان، أضفنا الـ E والـ N والـ E فقط. تبع كروب 8 كان هذا الجروب الأول. كروب 2 جروب الثاني إن و إن و إن و إن و إن و، أي أسبوع فقط في إي هون. أون مفرد معرف، أون الأسبوع، أسبوع واحد الأسبوع. هو هو فقط أضفنا الـ إير هون، أضفنا الـ إير. لاحظوا الفرق بين الجروب الأول والجروب الثاني، أضفنا هون إي فقط وهون إير، أصبح جمع نكرة. هو هو أسابيع، أوان أوان أضفنا الـ إن إن، أوان أوان. كروب تري كروب الثالث وهو المنتظمة المنتظمة فقط، لازم تحفظهم القواعد. كروب تري إن مونول إن مونول إن مونول إن مونول
Månen. Månen. Igen. Dolfos. Månen. Hvor var alle spor. Månen. Månen. Adafna. I er. I er. Hun er. Adafna i. Hun er adafna i. Eller er af hun. Hun i. Er. I er. لاحظوا الفرق بين الثلاث مجموعات هون مون لانا مون لانا مون لانا إين مون تو مون لا جمع مون لانا أضفنا إن إي جروب فيا كوبا فيا كوبا فيم وهو غير ميسي أي غير منتظمة لا نعرف كيف تتم الكتابة يجب أن تتعلمها كما هي. قوبة فيها eat all. Eat all. وهو eat all. وليس in all. In all. وهو eat all. كثير يقولون in all. وهو eat all. Eat all. ولكن عندما نلفظ السنة تلفظ all. 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 أما الجمع نكرة كما هي في المفرد النكرة وهو أو مثال على أو Jeg har været i Danmark i mange år. Jeg har været i Danmark i mange år. مثلا إذا واحد سألك Hvor længe har du været i Danmark? راح تجاوبه Jeg har været i Danmark i mange år. Jeg har været i Danmark i mange år. Eller jeg har været i Danmark i 5 år, i 15 år, i 20 år eller hvad. Og her في جمع معرف اوان السنوات السنوات. كوب 5 in bog. إن بو لاحظوا هذا أوغل ميسي نتحدث فيها إن بو بستمت فون بون مثال على بو يها إن بو ياي ها إن بو لدي كتاب بون الكتاب يها لست إن بو عندما نحط مثلا يا هلست إين بو تمام أنا قرأت كتاب بون و بون و سبن for example eller dejligt at læse byer رح نحكي أكثر عن كيف نضع الأوبستمت بعدين كيف فينا نحط البستمت في الدروس القادمة إن شاء الله. بيا لاحظوا الكتابة اختلف تماما حتى اللفظ كمان. بيا الجي لا تلفظ. أما عند تكون جمع معرفة نقول بيانة مثال ثاني ولكن هون بيختلف شوي إن شكل شكل مفرد معرف مفرد نكرة إن شكل لاحظوا هون حتى أضعنا الإي بعدين عندما يصبح مفرد معرفة شكل أضفنا الإي ال بعدين اي شكلا لاحظوا شكلا ان شكل شكلا وهو دراجة بسكليت وايش شكلا دراجة الدراجات شكلا طبعا هذا كان الفقرة الأولى بس إن شاء الله راح أحكي أكثر عن الشبسنسيبا
كيفيه مثلا اذا شفت جمله ولم تعرف ان كانت فعل او فاعل او الى اخره او ظرف اي شيء، راح نحكي اكثر لانه في قواعد في كلمات. اذا شفت الكلمه مثلا راح نحكي اكثر ان شاء الله بهذا الموضوع. شكرا لكم، بالتوفيق.